ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ رغدة أبو ليلى موفدة التلفزيون المصري. أهلا بك رغدة، وأطلعينا على المستجدات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. أرى حراكا شبابيا رائعا مبهجا مبهرا بالتأكيد، تفضلي. مساء الخير نهى، مساء الخير مشاهدينا، احنا لسه متواصلين مع حضراتكم على الهواء مباشرة من فعاليات منتدى شباب العالم لليوم الثالث على التوالي. أنا بيسعدني أن يكون معايا في اللقاء ده ضيوفي المهندس إسلام يوسف المدير التنفيذي لتلانتينو إحدى شركات ريادة الأعمال، أهلا وسهلا. وبرضه معانا المهندس كمال السعيد المدير الفني لشركة تلانتينو إحدى شركات ريادة الأعمال. يعني عايزة أعرف تم دعوتكم إزاي لحضور المنتدى بعد حصولكم على المركز الثالث في كأس التطبيقات الإفريقية، وأنتوا طبعا مؤسسوا منصة تلانتينو، كلموني أكتر عن المنصة دي. تمام، إحنا كنا بدأنا تمت دعوتنا من وزارة الاتصالات بعد ما كسبنا في المسابقة. كانت مسابقة فيها 245 متسابق من 12 دولة على مستوى أفريقيا، وأخذنا المركز الثالث الحمد لله، وتم دعوتنا أن احنا نيجي هنا على المنتدى نشارك فيه. تلانتينو بمنتهى البساطة هي منصة إلكترونية بتستخدم الذكاء الصناعي أن هي تحل مشاكل التشغيل أو التوظيف في الشركات والمؤسسات، عن طريق ان هي بتبدا تعمل انترفيوز اوتوماتيك او بشكل آلي، تبدا تسال اللي بيتقدم للوظيفه، تحلل اجاباته، تقيم الاجابات ديت، تقيم تعبيرات الوش، بحيث ان يبقى في سكور او تقييم للانترفيو ده. يعني بدون مقاطعه كلامك، جربتوا فعلا الفكره دي ولا لسه في البدايه؟ تمام، احنا بدانا التشغيل التجريبي بتاعها من حوالي 3 شهور. احنا شغالين على تلانتينو بقالنا اكتر من سنتين، وبدانا مع 3 شركات من تقريبا 3 شهور، عملنا حوالي اكتر من 1000 انترفيو، وفعلا تلانتينو رشح 80 تقريبا من 1000 دول، وفي 20 تم تعيينهم بالفعل في خلال التجربه. كلمني بقى ليه سميتوها تلانتينو؟ هو في الأساس عملية التوظيف هي ليها علاقة بأن احنا بندور على أحسن شخص مناسب وعنده الكفاءة والتالنت، فاحنا يعني كنا بنفكر في أن احنا عايزين نعمل تالنت أكوزيشن، أو عايزين نساعد الشركات أن هي تحصل على أعلى مهارات أو أعلى شخصية بأحسن المهارات، فهو اسم تلانتينو جه من التالنت أكوزيشن. تالنت الموهبه، يعني الموهبه بالظبط. فاحنا بندور على الشخص اللي عنده احسن موهبه مناسبه للوظيفه نفسها اللي بيقدم لها، مش مجرد شخص عنده موهبه وخلاص، لا، موهبه مميزه ومهمه للوظيفه دي نفسها. طيب كلموني اكتر عن الجائزه اللي انتوا حصلتوا عليها في مسابقه كاس التطبيقات الافريقيه. تمام، احنا اشتركنا في المسابقه من حوالي 4 شهور تقريبا، واشتغلنا فترة كانت وزارة الاتصالات، ودخلنا مع 245 متسابق زي ما قلت لك، وتم التصفية الأولانية، كنا 28 متسابق اللي وصلنا، وبعد كده الحمد لله قدرنا في التصفيات النهائية نحصل على المركز الثالث. اللي انا اعرفه ان انتوا بسبب الجائزه دي فانتوا بتحضروا السنه دي في منتدى شباب العالم. طيب شايفين مثلا لو عايزين نتكلم عن الاجراءات الاحترازيه، كلمونا اكتر عنها، كلمونا عن فخورين ازاي ببلدكم، عايزه اعرف اكتر. انا بالنسبه لي كان تحدي كبير قوي ان نقدر ننظم حاجه بالحجم الكبير ده مع او بعد البانديميك او الجائحه اللي احنا فيها، ويعني من الواضح او من الواحد شافه بعد بقى ما جه ان فعلا كان في نجاح كبير في ان احنا نقدر نتخطى التحديات بتاعه ان في الكورونا بداوا ان يبقى في مثلا اختبارات بتحصل بشكل دوري، اول ما وصلنا بيبقى في بي سي ار، قبل ما نطلع الطياره بيبقى في بي سي ار، ففي تحاليل دوريه في نقط كتيره خاصه بالجزء الطبي عشان تبقى دايما معانا في طول الوقت. فده بالنسبه لي كان يعني انا كنت مستني اشوف هنقدر ننفذ التحدي ده ازاي، وفعلا يعني الشباب اثبتوا قدرتهم على ان هم يعملوا او يبقوا قد التحدي ده، وان هم يقدروا ينظموا حاجه بالحجم الكبير دوت بدون ما يبقى الحمد لله في اي مشاكل او وانتوا شباب ناجح وبتتكرموا، فلو تحبوا تقولوا كلمه للشباب سواء الشباب المصريين او الشباب في اي مكان ممكن تقولوا ايه؟
يعني ادوهم كده من خبراتكم. يعني من خبراتنا البسيطة يعني احنا في مصر، انا هوجه كلامي للشباب في مصر، هم دول اقرب حد ليا. يعني احنا عندنا طاقات احنا مش عارفينها، محتاجين ان احنا نشتغل عليها. البلد كلها شغالة دلوقتي، فاحنا كشباب لازم نشتغل ونطلع كل المهارات اللي موجودة عندنا. انت مش متخيلة كمية الناس اللي الواحد بيشوفها في الشباب بتاعنا في مختلف المجالات، مش مجرد تكنولوجيا بس، في كل المجالات طاقات كتيرة جدا وشباب كتير جدا. واي هوب ان المنتديات اللي زي المنتدى بتاعنا ده يقدر يفجر طاقات اكتر ويطلع الكلام ده ونشوفه كلنا. يعني لو حابب يعني تقول لنا برضو كلمة عن المنتدى وحضورك. انا كان المنتدى بالنسبة لي حاجة جميلة جدا، ان انا ابدأ اشوف الجزء الخاص بالتحول الرقمي، الاهتمام بالحاجات الخاصة بالجزء التكنولوجي اكتر، لان انا كان بالنسبة لي بحس ان مفيش اهتمام كبير بيها في الفترات السابقة، بس فعلا بعد الفترة الحالية ودخول التكنولوجيا بالشكل المهم ده بقت عامل مهم ورئيسي لينا جدا، خصوصا عشان احنا بقى في حاجات كتيرة من حياتنا بنعملها اونلاين وبنبقى في تواصل فيها مش مباشر. فكان حاجة مميزة جدا في المؤتمر ان هم يهتموا بالديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي وكده. أنا في نهاية لقائي بشكر ضيوفي المهندس إسلام يوسف المدير التنفيذي لتالنتينو إحدى شركات ريادة الأعمال، وأيضا بشكر المهندس كمال السعيد المدير الفني لشركة تالنتينو إحدى شركات ريادة الأعمال. بشكركم شكرا جزيلا لمرتونا. يعني يا نهى احنا لسه مستمرين وفعاليات منتدى شباب العالم في اليوم الثالث، عودة مرة أخرى إليك نهى. نعم شكرا جزيلا لك رغدة أبو ليلى على هذا اللقاء.